السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبي في الله في قناتكم مدونة حبيب لمعلومات. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. إن شاء الله في هذا الفيديو توضيحي على كيفاش تبدأ في اليوتيوب. كيفاش تبدأ في اليوتيوب؟ ما هو المحتوى اللي نقدر نديره؟ المحتوى اللي يجيب لي مشاهدات ويجيب لي تفاعلات. خوتي المحتوى لازم تجيب المحتوى هذا. نعطيكم سبيل المثال، كما المحتوى دير فيديوهات على سوق السيارات. نعطيكم سبيل المثال، دير سموه تربية الدجاج، كيفاش تربي الدجاج، كيفاش تنقيه، كيفاش توكلو. كاين ناس خاوتي مازال ما يعرفوش تربية الدجاج، زيد تربية الماعز. كاين ناس ما يعرفوش كيف يربوا الماعز، لسه يحوسوا يبدو في تربية الماعز، تربية الأبقار. فهمتوا خاوتي؟ زيد كاين حوايج يا خاوتي، المحتوى كاين حوايج خاوتي ما تلقاهمش في اليوتيوب، والله ما تلقاهم في اليوتيوب. انت تقدمها للجمهور تاعك اللي يشاهدك على الفيديو تاعك. فهمتوا خاوتي؟ هذا هو اليوتيوب. لازمك تجيب محتوى جديد، دائما تجيب جديد باش الناس تستفاد، والناس باش يضمنوا معاك في قناة تاعك. جيب لهم كل جديد، جيب لهم محتوى جديد، يبدا الناس يبدا يتواصلوا معاك. دير الصفحه نتاعك، دير سموه مواقع التواصل الاجتماعي باش الناس يتواصلوا معاك. كاين ياسر المحتوى، مثال دير اعلانات، مثال اعلانات على الفنادق، اعلانات على سموه السياحه. هذا مثال هذا محتوى من اخوتي. تدير على الاشخاص، اشخاص كبار، تعطيهم التاريخ تاعهم. فهمتوا خاوتي؟ هذا ثاني محتوى. مثال دير كما نقولوا حنايا افلام وثائقيه. فهمتوا خاوتي؟ تجيب على البلدان، دير التعليق الصوتي. ثاني هذا خاوتي محتوى مليح باش تبدا. وتقول لي يا حبيب، ما هي الادوات اللي نستخدم بها في التسجيل او في التصوير؟ نعطيكم بعض الادوات. كيفاش نسجل؟ كيفاش نصور فيديو؟ انت درك لسه مبتدئ ولسه راك في بدايه، ابدا بتليفون مليح. تليفون يكون يصور مليح، يكون عنده ميكروفون مليح. تما تشي لا ميكروفون لا والو، بالتليفون تاعك اللي عندك. الا كان التليفون تاعك مليح وزين ابدا فيه. الا كان شويه عيان ويثقل كذا، شي تليفون مليح نتاع 3 ملاي ولا 4 ملاي مليح، يكون ارم تاعو 6 ولا 8، ابدا فيه. هبط الاخر تاع المونتاج، هبط الاخرى تاع تصفيه الصوت. هذا ما افتح قناه كل يوم، حط فيديو وفيديو هذا تبارطاجيه في الفيسبوك، في التيك توك، في انستغرام، في مواقع التواصل الاجتماعي، تزيدك المشاهده. وثاني تبارطاجيه مع اصحابك، مع احبابك، مع دارك، مع لا فامي. فهمت خاوتي؟ هذه الطريقه باش تبدا في اليوتيوب. ماهيش درك انت تحاول تبدا في اليوتيوب، تشيك ميكروفون احترافي، تشري بي سي احترافي، تشري سموه تليفون احترافي. لا، انت لسه راك بادي في اليوتيوب. بالأقل درجة بدرجة بدرجة بدرجة. نعطيكم سبيل المثال، أنا أعوذ بالله من أنايا، نهار الأول بديت في اليوتيوب خاوتي، ما شفتش أنا بي سي جيمر ولا شي تليفون تاع 7 ملايين 8 ملايين، ميكروفون تاع مش عارف شحال تاع 2 ملايين. كان عندي تليفون خاوتي هاك حطبة، ماهوش حطبة، سامسونج تاع الوقت تاع بكري يصور. بديت بشوي بشوي بشوي، والحمد لله يا ربي شريت تليفون مليح، ريدمي نوت 8. عاوتاني بعت، جبت نوت 8 برو،
عاود ثاني قعدت شوي ثاني بعته، جبت نوتويت ديس هذا هو نصور به خاوتي، هذا هو نوتويت ديس برو هذا اللي نصور به خاوتي. وشيت ميكروفون احترافي الحمد لله يا ربي، وشيت ثاني بي سي جيمر، ها هو بي سي جيمر خاوتي. وكانت عندي انيتي ثاني، انيتي تاع الزمناين ثاني الحمد لله يا ربي، جابت لي الانتاج مليح ما عيتنيش، معناها كانت عندي انيتي خدا اخرى خاوتي، كنت شريتها ب 60 عفوا شريت انيتي خدا اخرى الاولى خاوتي، شريت على واحد ب 600000، كاسيت كان مزير وكان محتاج دراهم، باح لي 600000. ثاني ليكور ثاني شريته ب 300 ولا 400، وبشيو بشيو بشيو الحمد لله، حبه 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 بدرجه بدرجه الحمد لله يا ربي، راني شاري الحمد لله الحمد لله يا ربي. هذه باش تبدا في اليوتيوب، ما تكلفش روحك وتجيب الاخر كما تاع يوتيوب الاخر يجيب الاضواء ومش عارف كذا، لا هذه خليها من بعد، خليها قاع من بعد نهار تكبر القناه تاعك وتجيب لك الارباح لبس بيها، الارباح لباس بيها وتجيب دخلك مدخول، دخل المدخول تاع القناه تاعك، تجيب بيها صوالع، تجيب بيها بي سي، تجيب بيها ميكروفون، تجيب بيها تليفون، تجيب بيها حاجه كيما قلت لك بدرجه بدرجه. هذه هي البدايه تاع اليوتيوب، باش تحاول تبدا في اليوتيوب حبه بحبه. وثاني شي ميكروفون هذا تاع جرافاطا، تاع جرافاط هذا هنا يجينا تريكو يعني، هذا ما عليك شي قاعد نهار تحاول تبدا اشري هذا خير، على يكون صوت مليح كيما دوكا بعيد عليا تليفون تقريبا متر. هذا الميكروفون تاع الكابل خاوتي، ها هو من بعيد عندك 3 مات حتى 4 مات حتى 5 مات خاوتي تهضر اليز، يعني قاعد هنايا مقبل لي البي سي وانا نهضر هاني بعيد. شفتوا خاوتي هذه هي بدايه اليوتيوب بهذه الطريقه خاوتي. خاوتي نعطيكم نصيحة من عدي، نصيحة من عدي، ما هي هذه النصيحة؟ شوف خاوتي تحوس ولي الفيديو تاعك يجيبوا مشاهدات، نعطيكم ثلاثة نصايح. ما هي؟ أولا ركز على الصورة المستقرة، الصورة المستقرة تاع الفيديو هذه الأولى. الثانية العنوان خاوتي، عنوان يلعب دور، العنوان نتاع الفيديو يلعب دور، عنوان نتاع الفيديو يلعب دور خاوتي، عنوان هو الصح. كذلك الوصف، الوصف 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 وكلمة المفتاحية. الوصف واش معنى الوصف؟ الوصف وصفه وصف المعنى كيما نقولوا وصفه لهم الفيديو، هذا الفيديو لم يهضر، تعطي لهم سطر او سطرين، سطر سطر واحد ولا زوج، تعطيهم هذا فيديو كذا 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 كذا. قول له كلمة مفتاحية، ما هي كلمة مفتاحية؟ كلمات مفتاحية هما الأدلة. وش معنى أدلة؟ مثال نعطيكم سبيل مثال، أنت مثال نقول حنايا تهدر على ربح الإنترنت 2023، أنت وش تدير؟ أغلبية الناس خاوتي يحوسوا يربحوا من الإنترنت، الناس تحوس تربح من الانترنت. وش دير؟ اكتب كلمات ربح من الانترنت، ربح فيسبوك، ربح اليوتيوب، ربح جوجل ادسنس، ربح تطبيق المشي، ربح فليكسي، ربح فليكسي موبيليز، ربح كذا كيما ها. هذه الكلمات باش يجي واحد يجي يبحث كاش فيديو في اليوتيوب، يكتب هذه الكلمات خاوتي، يطلع فيديو تاعك في المرتبة الأولى، في الثانية، في الثالثة، في الرابعة، في الخامسة، فهمتوا خاوتي؟ ممكن فيديو تاعك يقول في المرتبة الأولى، في الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، واحد رايح. وكل ما تزيد كلمات مفتاحية في الفيديو تاعك خاصة، يطلعوا الفيديوهات. فهمتوا خاوتي؟ هادو هما ثلاثة لازم ديرهم، لازم ديرهم في الفيديو. إلا ما درتهمش هادو ثلاثة فيديو خاوتي، راه فيديو ما يطلعش، وما يجيبلكش مشاهدة، وما يجيبش الارباح. فهمتوا خاوتي؟ هايوا مهم، اللي عنده مشكله ولا ما فهمش هذا الفيديو ولا ما يعرفش كيفاش يدير المحتوى ولا بحثت له في محتوى ولا، يتواصل معنا نعطي له فكره مليحه باش تبدا في اليوتيوب. واليوتيوب ايه تقول لي حبيب اسكو اليوتيوب فيه الدراهم ولا والو؟
اليوتيوب فيه دراهم ولا والو. هذه عفوا هذا السؤال مليح، أغلبية الناس يسقسون على هذا، هل اليوتيوب فيه دراهم ولا والو؟ خوتي اليوتيوب هو صح فيه دراهم وما فيش دراهم، النهضر ما فيش دراهم، ما فيش دراهم هو خوتي هي لازم لك المشاهدة، المشاهدة هي تزيدك الأرباح، المشاهدة هي تزيدك الأرباح، فهمت خاطي؟ أيوا، وفيه الدراهم يوتيوب هو هي حق خدمة تاعك، إذا جبت نتيجة، مثال نعطيك سبيل المثال، إذا حطيت فيديو نتاع 8 دقائق أو 10 دقائق، وهذا فيديو حطيته في 24 ساعة ولا 48 ساعة ولا 72 ساعة ولا 15 ساعة، المهم مهما كان السوايع، وهذا المثال نقول احنا 24 ساعة جاب لك تقريبا 50,000 مشاهدة، عندك أرباح ما شاء الله توصل إلى 10 حتى 20 حتى 30 دولار في 24 ساعة، فهمتوا خاوتي؟ لازم لك مشاهدة تزيدك الأرباح، إذا ما عندكش مشاهدة الأرباح ضعيفة جدا. نعطيكم سبيل المثال، نعطيكم سبيل المثال، مثال واحد عنده 1,000,000 مشترك، 1,000,000 مشترك وعنده أرباح ناقصة، عنده 1,000، 2,000، 3,000، 5,000، 7,000، 8,000، 9,000، 10,000، 15,000، 16,000، 17,000 مشاهدة، عنده أرباح ناقصة، الأرباح ناقصة ياسر بزاف. ونقلبه العكس، إذا كان عنده 1,000 مشترك ولا 2,000 مشترك ولا 5,000 مشترك ولا 6,000 مشترك وعنده مشاهدات بالمليون، عنده أرباح خيالية، فهمتوا خاوتي؟ هي المشاهدة ماهيش في مشترك، خلاص لو كان مشترك لحقت الشروط على اليوتيوب، صافي لحقت الشروط على اليوتيوب. الشروط على اليوتيوب هو يقولك لازمك تلحق 1,000 مشترك، عفوا لازمك تلحق 1,000 مشترك و 4,000 ساعة مشاهدة، هذه انت على اليوتيوب، الشروط على اليوتيوب. وش معناه هنا؟ يقولك شركاء مع برنامج شركاء اليوتيوب، فهمتوا خاوتي؟ معناه تكون شريك مع اليوتيوب، هذه لازم باش تلحق هذه مزود الشروطات باش تولي تربح من اليوتيوب، فهمتوا خاوتي؟ مهم، اللي عنده مشكلة ولا عنده سؤال ولا ما فهمش يتواصل معنا، تجدون روابط تواصل أسفل هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.